لاباس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. المهم كي دايرين؟ كي بقيتوا صافي؟ اكيد ولفتوا الدار بحالي بحالكم. انا في الدار، مهند مره هو اللي كيخرج الا بغينا نجيبوا شي حاجه شي سخره هو كيمشي كيجيبها. المهم حبايبي، شكون اللي الجو ولا كيبان لي بحال الجو ديال رمضان، يعني الناس بنهار عرفتي الزنقه برا كتصفر، يعني ما كاين حتى واحد كيدور. يعني انا جاني شويه شبيه الايام ديال رمضان، حيت الواحد ما كيخرجش كيبقى جالس في الدار بنهار، يعني كينعس اغلبيه ديال الناس كينعسوا، يعني مع ديك القيته ديال الجوج ثلاثه صافي كيكون ما يدار صافي كيبغي يحط راسو كيتكى. المهم انا جاني الجو بحال الجو ديال رمضان، ما عرفتش واش نتوما جاكم بحال الجو ديال رمضان ولا لا. حبايبي اليوم بغيت نشارك معكم روتين ديال اليوم، اش غندير واش المهم اليوميات ديالنا هما هادو كنشاركهم معكم، خصوصا في هذا الوضع ديال الحجر المنزلي، حتى واحد ما كيخرج. الناس يعني اكيد راكم بحالنا بحالكم، كل شيء في الدار. اليوم ان شاء الله بغيت نطيب الغداء. اشنو غندير الغداء؟ غندير شويه القديد بالعدس. يا سلام القديد بالعدس، انا كيعجبني القديد بالعدس، القديد باللوبيا، القديد بالكسكسو. المهم القديد النسمة ديال القديد كتسرع الماكله. مهند ما كياكلش القديد، علاش ما كياكلش القديد؟ واحد النهار كنت جبت القديد مع عند اختي وجبته وكيسولني، قلت لي اليوم غندير واحد طبخه زعما كي مغربيه زوينه كتعجبنا حنا يعني مغاربه، قد كاين اللي كيتسطع على القديد. قال لي شنو هي؟ قلت لي غنصاوبت القديد. قال لي شنو القديد؟ قلت لي هو هذا، تعال شوفو. مني مشى يشوف القديد هزو بحال هكا ويشمو، مني شم ديك الريحه ما عجبتوش، من تما يعني بحال عاف القديد. شوفوا دابا نتوما راه ريحه القديد كتكون مجهده فعلا، ريحه القديد مجهده، الا كان ناشر شي حد في السطح شي جاره في الشرجم كتعطيك الريحه، كتبقى تعطيك الريحه. وحنا المغاربه مولفين على ديك الريحه يعني ديال القديد، وهو جاتو في شكل قال لي واش هاد اللحم يعني ريح في الريحه ما مهم. من تما قال لي انا ما ناكلش قديد، قال لي تي طيبي لك وكولي. من تما مابقاش كيدور بيه بحال عافو. المهم اليوم ان شاء الله غنطيبو معدس ونخليه يذوق، اول مره نشوف هو المذاق ديالو غير الريحه. بصراحه انا نسى لا شميت شي حاجه شي ريحه ماشي حتى لي كنعيف الاكله كلها بحال واحد الطبخه مصريه كيديروا من المصريات، هذاك حوت السمك ما بعرف شنو كيقولوا ليه، عنده واحد السمك مقدد يعني فسيخ مصري، عرفتي الريحه ديالو؟ شميت ديك الريحه من تما، انا عمرني ما حطيته في 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 دقته ولا حطيته في تمي زعما كاين في فمي. بغيت نقول لكم عمرني ما دقت، قلت شوفوا الهضره فين غاده. المهم عمرني ما دقته ولا حطيته في ولا كليته زعما، فيا ما بقى نقص نعاود. المهم هذاك الفسيخ المصري انا ملي شميت الريحه صافي كما طرا ليا كيف ما طرا المهند عفته. اللي كنتو كتعرفوا هذا الفسيخ المصري راه حوت عندهم، كي حوت مقدد يعني بحال القديد ديالنا هو حوت، تخيلوا معايا الحوت عندهم شي حاجه ما كتدخلش الراس، راه بحال هكذا وقع. المهند قال لي لا داك القديد ما ناكلوش ما ندورش به. ها هو العدس البنات، هذا العدس راه مغسول، غسلتو درت جهد جوج كيسان صغار يعني جوج الفنجان ديال القهوه ماشي هاد الكيسان الكبار، هذا راه كبار يوكل عائله ما شاء الله، غير ما حتى شويه ما ماشي بزاف، غير الفنجان الصغار يعني انا وراجلي الله يجي طويسيل راجلي غيذوقوا اليوم عجبوق. هي ديك راه نعود نكثر دائما، ما عجبوش راه هادشي كيبقى ساكن ناكلو انا يعني ناكلو انا بوحدي. هذا هو القديد اللي غندير، وهنا عندنا بصله، هنا فلفله مطيشه، جوج صوص ديال الثوم. هاد الفلفله شكون البنات؟ الفلفله ما تستغناش عليها في العدس، عرفتي هي اللي كتصرع العدس كتعطي واحد الطعم خطير. انا كنضرب على جوج وكنخليها كتعطي واحد المذاق ديالو زوين. دابا راه القديد غينسم لينا العدس، ولكن ملي ما يكونش القديد هاد الفلفله هي اللي كتصرع بصراحه العدس. كندير الفلفله ومني كيطيب العدس كيطيب كيوجد عاد كندير فيه واحد شويه ديال زيت الزيتون بلا ما يطيب، وكنطفي على العدس كتبقى فيه ديك النسمه ديال الزيت الزيتون وكتعطي النسمه ديال الفلفله كيجي خطير خطير. المهم هو ده العدس، راكم عارفين العدس راه ما كاينش اللي ما كيعرفش يطيب العدس. انا غنصبو دابا وانا معاكم. Thank you.
هاي بيبي هذه العدسه ديالنا، درت فيها شويه مطيشه الحك، درت واحد المعلقه، جهدت معلقه كبيره حيت كشتو المطيشه، المطيشه الفريش العاديه ما عنديش بزاف، درت منها غير وحده، درت غير وحده، اللي عندها جوج حط جوج، درت غير وحده وحكيت بصيله صغيره وحكيت فيها جوج فصوص ديال الثوم كبار، ودرت شويه العطريه، العطريه ديالنا شويه الزنجبيل، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه الكمون، شويه التحميره، وهاد الفلفله خليتها صاينه على هذا الشكل حيت كتدبل هي ملي غنسد عليها. المهم حبايبي ديروا فيها شويه الزيت وشويه الزيت الزيتون وشويه الزيت العاديه كنخلطهم انا، ونسد عليها الروي دابا ونسد عليها الملح. حبايبي درت غير شويه القياس حيت كتعرفوا القديد مالح، ما درتش الملح بزاف، ومن بعد اللي كنخاص شويه الملح راه كنزيد شويه الملح. حبايبي الكوكوط كما قلت لكم ساليت منها، غسلت الميعنات، الكوكوط راه فين كتصفر مازال لا طايع عليها شويه التصفيره. المهم غسلت الميعنات اللي حيدتهم عليا هنايا، ما عندي منديل بصراحه البنات، مسحت غير شويه الطابله وشويه يعني شي حاجه خفيفه، ما درت والو بصراحه. والحمام كما قلت لكم عندي مجموع ما عندي ما ندير فيه بصراحه اليوم، ما باغا ندير والو بصراحه اليوم، غير غسلت غير لافابو هذا صافي، وطيبت الغداء، وعندي واحد الحوايج ما خليتهم دخلتهم من المنشر وخليتهم هنايا، يلا خاصني نروباسيهم، اللي التكوى التكوى اللي يتقاد يتقاد، باقا ما حطيتهم هنا. المهم نجلس شويه معاكم نهضر عاد غنمشي، هما اللي عندي يعني ما عنديش شي روينه انا، مقاطي راسي عاطي راسي التماره صافي، قلت لهم خلي عليا داك الشيء ما غندير والو. عجبتني هنايا البلاصه مقادله معطوب الإضاءة، المهم الله كنت بدات تصفر ريحة القديد طالعة، يا سلام. المهم حبايبي بغيت نهضر معاكم نناقش معاكم شي موضوع، جاوني تعاليق بزاف خصوصا في هاد الأواخر ديال الفيديو مني جيت، كيقولوا لي البنات أكيد هادو اللي كيقولوا لي التعاليق كيكتبوهم كيتفرجوا حاليا، كاتبين لي بأنني واحدة كتبت لي مبروك عليك الحمل وبقاي ساتر الموضوع، ما تقولي حتى حاجه ما تقولي والو زعما كاين ستري الموضوع حتى تدوز الفتره الاولى ديال الحمل. وحده كتبت لي انا ما كنغلطش في المراه الحامله، راكي حامله مهم مبروك عليك. مهم ماشي كيقولوا لي شاكن فيك واقيلا حامله، كيقولوا لي راكي حامله صافي يعني متبتن لكاع. وانا التعليق بالعكس انا كنفرح مني كنقرا بحال التعليق، ماشي كنقول انا زعما كنخبيت عليكم ولا كذبت عليكم، كنقرا كنقول شوف سبحان الله يمكن هاد الناس اللي بداو يقولوا لي بحال التعليق يمكن كيتفايلوا عليا، خليهم يتفايلوا الفايل زوين. يعني بزاف من التعليقات مجموعه من التعاليق كيقولوا لي علاش ما علاش ما صرحتيش بانك حامله، انا ما عرفتش منين جايبين هاد الهضره ولا قايل لهم شي حد ولا سامع شي حد بانني حامله وما بغيتش نقول. المهم انا البنات نهار اللي نكون حامله ولا شي حاجه اكيد راني غنقول حيت الحمل ما كيتخباش، اكيد غنقول وغنشارك معكم هذا الخبر الصاد حيت الخبر يكون يفرحني، واكيد نتوما اللي كديروا معايا دائما في الفيديوهات دائما كديروا معايا بالذريه الصالحه اكيد نتوما غيفرحكم. قلت مادام كنشارك معكم الاحزان ديالنا قلت غنشارك معكم هذه الفرحه عادي، اذا كنت حامله نقول راني حامله، ولكن البنات حاليا ما حامله ما كاين لا حمل زعما كاين لا والو، وكنتمنى كنتمنى كنتمنى انه يعني يكون يعني هذوك التعاليق ديالكم بشرى خير، يعني نكون حامل بصح ما نحتاجش ندير حتى يعني ما نحتاج ندير حتى عمليه، حتى انا راني عييت يعني عييت من الاطباء عييت من العمليات، كشتوني مشيت للمغرب وما بقاش لي الوقت، وحتى انا ما بقاش عندي داك الحماس اللي نبقى نشوف الطبيب ونرجع نشوف الطبيب هذا ونشوف هذا، لانني صافي بحال يعني من الاطباء بحال جاني واحد الياس. ما تخيلوش معايا نهار اول نهار جيت لابو ظبي اول ما ركبت في الطوموبيل تخيلوا معايا شنو قال لي راجلي، يعني اول ما جيت من المغرب وباقي ما وصلتش للدار، يعني يلا ركبت من المطار كنا في الطوموبيل قال لي راني لقيت لك واحد طبيب اللي صحابي نصحوني به صحابه مزوجين وتاخروا عيلاتهم في الحمل، يعني هو كيهضر لي معايا الهضره كيقول لي راني لقيت واحد الطبيب هو خارج من ابو ظبي، هذا الطبيب تخيلوا معايا انا كنسمع فيه بحالكم ما كنجاوبو ما والو، يعني ما بقيتش عندي واحد اللهفه انني نمشي نشوف هذا الطبيب ولا هذا الطبيب، صافي بقى كيداوي بوحدو ما جاوبتوش، تخيلوا معايا ما جاوبتوش ما قلت له لا نمشيو عنده ولا فينا هو ولا فين جا عيط لي لان مرتو
هذا هو بوحده قال لي راني لقيت واحد الطبيب ونصحوني به الناس صحابو، يعني نبدلو داك الطبيب اللي مشينا درنا عنده هاد اخر عمليه وهذه، وما ما ما, ما, ما خديتش الامور بجديه. حتى ملي مشيت المغرب ما مشيتش عند طبيب، رغم ان الوالده مسكينه بقات عليا نديك عند واحد الطبيبه المحمديه، نديك عندها وما بقاش لي الوقت ودركني وكلشي وجيت. المهم داكشي ديال الله، الرزاق الله، العبد كيبقى سبب، حنا كنبقاو سبب. وانا املي في الله سبحانه وتعالى اكثر من اي طبيب. الله سبحانه وتعالى نهار اللي غيرزقني والساعه والدقيقه، يعني بلا عمليه بلا طبيب بلا اعشاب بلا حتى حاجه، غير رزق الله سبحانه وتعالى. دائما كنتفائل بالخير، دائما تفائلوا بالخير واي حاجه، الاولاد الخدمه لا حاجه، اي حاجه عندكم في الحياه، الحياه كدور يعني دايره على بزاف الاشياء، دائما تفائلوا بالخير والله سبحانه وتعالى غييسر لكم في طريقكم. انا والله العظيم اش نقول لكم، ما نكذبش عليكم، اليوتيوب كيوتيوب من غير انني خديته كخدمه ولا نعاون براسي ونعاون براجلي وعائلتي، اليوتيوب هو عنده واحد الفقره ايجابيه في حياتي، لانني كنت نهار اللي كنكون جالسه يعني واحد ديك الوحده كتخليك تفكري بزاف، يعني الوحدانيه انك تكوني بوحدك صافي كتسالي، انت سليتي الشقاش سليتي الطياب كتشدي كتجلسي ضروري كتبقي جالسه كتخمي وما كتخرجيش بزاف. وهذا انا ما عنديش اختلاط بزاف مع الناس، حتى كتشوفوني انا في داري، انا قبل اليوتيوب وفي اليوتيوب ما عنديش واحد الاختلاط، سير واجي وهذا ودخول وخروج ولا طلع ما عنديش، انا كنبقى انا وراجلي، كنخرجوا انا وراجلي، كندخلوا انا وراجلي، راجلي من نهار اللي كيكون في الخدمه انا كنكون في الدار. انا نهار اللي حليت اليوتيوب حليت واحد المتنفس عليا، ما بقيتش كنفكر في هذا الشيء بزاف، حتى لدرجه انني نمرض راسي، يعني انني بوحدي في الدار وانني باغا باش نتلاها والوليدات كيلاهيو بالصح، هذا خرقي، هذا سكتي، هذا غدو غسلي لي، هذا طيح كاس، هذا هرس مقراج، كتبقاي في حياتك كتبقى هكا شاغلاك، الولاد كيشغلوا هذا اليوتيوب شغلني، يعني مش نقول لكم يعني عوضني على الولاد، اكيد الولاد المال والبنون قالك زينه الحياه ما عوضونيش للولاد، ولكن انه شغلني شويه، يعني عندي واحد متنفس، يعني كنهضر معاكم بحال كنهضر مع شي واحد كنفرغ عليه، كنقول لي انسان اللي كيبقى مخبي الداخل ديالو، داك الانسان كيجيبها في راسو، لانه كيبقى بينه وبين نفسه كيتصارع واحد الصراع، لكن النهار اللي كيجي عند شي حد وكيبقى يقول لي ويهضر معاه وهذا كيحس بانه فرغ واحد الطاقه، سواء يعني طاقه يعني سلبيه، يعني عنده كانت عنده باغي يخرجها وفرغها وقال وصافي وسالا كيمشي كينعس، بحال انا دابا بحال كنهضر معاكم، بحال نتوما معايا في الدار، بحال كنهضر مع شي ناس كنقول لهم هذا وهذا ان شاء الله وغنمشي وغنصاوب وغندير. انا راجلي كيكون اغلبيه في الخدمه، بعد ما كيجي حتى العشيه، بعد ما كيكون عنده الخدمه كيجي حتى الليل. المهم كما قلت لكم هذه هي الفقره الايجابيه اللي عاونتني انني مش نتلف هذا التفكير، انني نبقى نفكر شهر ورا شهر ولا شويه مشغوله باليوتيوب. والحمد لله بمحبه ديالكم والتعاليق ديالكم انا مكمله، لانني انتم اللي داعميني بالتعاليق ديالكم بالتشجيع ديالكم، وشكرا لكم بزاف. المهم بقيت عاطيه الهضره، سمحوا لي، الكوكو طابت والبخار او العدس، سمحوا لي ما كيبانش بلاتي نمسح الكاميرا. المهم هو العدس غنزيد فيه واحد شويه زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون كيعطي نسمه زوينه. صافي وطفيت عليه انا اصلا لانه طاب وتعلق، ولا ريحه القديد ما نعاودش لكم. هذا هو العدس، صبت لي شويه المتبل، هذا التبل باذنجان، كنت البارح شويه التنجيلات على الفاخر وصاوبته كيجي زوين. حبايبي رجعت لكم، كنت غننهي الفيديو الصراحه ورا الغدا، قلت غننهي الفيديو شويه، انا متكا نعست ثقلت، عاد فقت دابا، من فقنا ضروري خاصك واحد يشوف واحد، بقى قرقو في عينينا، قلت ضروري خاصني نوض نشوف شي حاجه ندير الكاسكروت، هانتم حركه كيكه لاط ديالها دنت بشويه الزبده ورشت عليها رش ديال الطحين. المهم كيكه البنات العاديه اللي فيها اربعه البيضات، جوج خمارات، واحد الفانيا، كاس الحليب وكاس السكر
وكاس لاروب ديال الزيت وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. المهم نتوما راكم عارفين هاد العبار ديال الكيكه العاديه، ها عوض ما درت الكاس الحليب بوحدو زدت معاه دوبت معاه الشوكولاط، حيت ملي درت هاد الكيكه ديال الشوكولاط دوبي مع الكاس الحليب اللي غديري دوبي مع الشوكولاط. المهم هادي هي الكيكه، نديرو بها كاس كروت ونرجع معاكم. المهم حبايبي الكيكه دازت عليها 45 دقيقه، خليتها على درجه الحراره 180. المهم راكم عارفين دابا غنجبدها من الفران. شوفوا شوفوا يا مايا حبايبي، خشيت في ديك اللعيبه ديال الموس. المهم طيبه، نعطيو المهند هو يقلبها لينا. ها هو دابا علاش باغا نعطيه هو اللي يقلبها، لانه من الصباح هو شاد الداري د البلاصه وقال لك عنده واحد الملل وشاده واحد، المهم شاد واحد الجو من الصباح هو كيتفرج ليا في المسلسل من الصباح. شحال من قصه تفرجتي؟ تفرج شحال من حلقه؟ تفرج شي خمسه الحلقات ما عرفتش. قال لي اليوم شادني الملل، شاد الاحباط، شادو شتو ما بانش. المهم انا بغيت نعطيه كيكه عمدا انا باش يقلبها يلعب شويه يدي الجو. المهم نجيب الكيكه باش تقلبها صافي. قلبها شو؟ قلبها في الطبسيل. شوف كيفاش مش مقلوبه؟ لا مازال ما مقلوباش دابا تقلبت حتى. المهم يلا نجيب الطبسيل ونجيب الكيكه. ويو ضحك ولا يعتقد اصلا ها هو العظيم وسائل الالهه في مصر. سيك مهند تحمس مني حطيت قدامه الكيكه والطبسيل، قلت يلا قلبها علينا. بس ما تحمست على المنظر، تحمست على الريحه. أنا من ساعة عم شم ريحة حلو ما بعرف. سمعت حديثا قلت ليه انتقلوا، قال لي ولا لصقت، قلت ليه يكون حظك ونصيبك. إلى التوحيد والإيمان بالله. إذا لصقت شو؟ ولا لصقت صافي شنو؟ أول مرة أنا بجرب. يلا. ماشي؟ واحد اثنين ثلاثة. اسمع يا نفك. أنت شو بتقولوا؟ أنت شو بتقولي؟ إنسان شريف وهم. أنت شو بتقولي؟ هذا القلب ولا لا؟ حتنقلب ها؟ حتنقلب اكيد. واحد اثنين ثلاثة. شو تعرفي راجلك معلم 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 فنان. اوف بس الريحة بصراحة ايوه انقلبت البنات. هذا كنت بغيتي تذوقي ياك ديري الصوص ديال الصوص ديال الشوكولاط وكتكبيه من الفوق كديري لك ايه خاص نزينو بصراحه. ايه وطريه الشيشه تعاقب بالقسوه. ايه وبعدين نعمر اتاي. هذا مع الشاي. ايه حطي 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 فيه حطي ايوه حطي الكاميرا بنص راسي حطيها ما شايف شعرك كيف؟ لا مزيان هو والله من الصبح نايم وما في شيء. مسلسل لمسلسل مسلسل لمسلسل وعدك ونوارة تقوم تحط اكل تاكل تخلص خلصنا اكل. ايوا من الصباح طايح عليه قال لك ما والله شكلها اخرتنا هالحجر المنزلي حيصير الكرش هيك. صافي ادخل دير هنا الرياضة. اي ما الرياضة البيت كله مترين وين تسوي رياضة؟ شيلني وحطني انا. لا فيك رياضة اي حطي حطي اي حطي قربي قربي لا مزيان كتبان يلا حيد صافي حيد واحد برك ما تبقاش تبس عليا بزاف. يمشي الغداء يمشي الفطور يجي الغداء، يمشي الغداء يجي كاسكروط، يمشي الكاسكروط يجي العشاء. المهم هادي هي حالة المرأة كتبقى تفكر دائما دائما دائما. دابا انا كنلقيتوني كنفكر دابا شنو غندير العشاء. حاضر سيداتي سأفعل. كنقليو شوية البيض سوف انفذ اوامرك. نحطو شوية الفرماج شوية الكاشير وصافي بركة من الماكلة. شبان والله كلنا كل شيء ما خلينا شيء. هو شبان فيه هو بدي غلط يعني بالعادة يوم كنا قبل الحجر المنزلي نطلع تعرفوا الطلعات والدخلات تصرف فلوس، قعدنا بالبيت صرنا نصرف أكثر من الطلعات. هو ضروري خاص الواحد شنو ياكل شوي بكير ضروري ياكل أكل 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 خاصة جاي من الرعب من النادي بعد الحجر المنزلي هون. أيوة. والله لازم خاصنا أنا جاهز في خدمتك. خاصنا حجر بالنادي شي شهرين بس هيك. المهم حبايبي بغا نشارك معكم العشاء مثلي شنو البارح درنا البارح درنا المقارنة يعني اليوم مقارنة صافي انا عم بغا شويه الاتاي
شويه كاشير فرماج وناكلو. المهم حبايبي غنجي معكم لنهايه الفيديو. هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذا هو الروتين اليوم. مهند نهار كامل واش هاد الداري انا كشو كنجري من الفطور الغداء كاسكروت العشاء صافي، هذا هو الروتين عندنا ديال اليوم. المهم نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسناونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه.